وإليكم التفاصيل. افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع الفيروز للاستزراع السمكية بشرق التفريع في محافظة بورسعيد. كما افتتح الرئيس أيضا عبر الفيديو كونفرنس عددا آخر من المشروعات الخاصة بإنتاج الرخام والجرانيت برأس سدر والعين السخنة، بالإضافة إلى مشروعات للألبان والإنتاج الحيواني بالنوبرية والفيوم. لكن أنا هتوقف عند موضوع الاستزراع السمكي بالذات، لأن أنا متصور أن احنا محتاجين الموضوع ده نتوقف قدامه ونراجعه كويس، عشان كمان زي ما احنا بنقول كده أن احنا عايزين دايما نخش في المستوى أو المعايير المعمول بيها في جودة وسلامة المنتج اللي طالع، برضو هذا الأمر يتحقق هنا. على سبيل المثال للحصر، يعني هو اتكلم عن المنزلة، بس اتكلم ما اتكلمش عن المنزلة ان في مازال حتى الان مزارع موجودة هناك محتاجة ان احنا قلنا عن 250 الف فدان بتوع المنزلة هيبقوا بحيرة، والبحيرة دي لو تم الاهتمام بيها وتنظيم الصيد فيها وبقى في شكل سيطرة حقيقية على أعمال الصيد وأعمال الزريعة اللي ممكن تلقى فيها، يعني هي الأمور الخاصة بهذه الصناعة، صدقوني هتكفي كل الناس اللي شغالة في القطاع، لأن احنا بنتكلم في 250 ألف فدان. وبالمناسبة هي كانت كده قبل كده، يعني من 100 سنة وأقل، يمكن من 70 سنة 60 سنة 50 سنة كانت البحيرة دي هي اللي بيتم الصيد فيها. لما الموضوع بقى يعني تطور وبقت بيترمي فيها صرف صحي وزراعي وكده صعب، أدى إلى تدهور البحيرة ديت، هي وغيرها. أنا هتوقف قدام البحيرة ديت عشان إحنا بنتكلم في مشروع النهاردة هنفتتحه. أنتوا هتجدوا إن المشروع هنا ممكن تكون تكلفته كتير. طب ليه تكلفته كتير؟ لأن المعايير المعمول بيها المشروع معايير متكاملة، إجراءات كلها طبقا ل يعني زي ما بيقولوا كده أصول الصنعة، يعني من أول المية ما تخش لغاية لما تتوزع لغاية لما تتعالج بعد كده عشان ترجع حتى لا تؤثر على البيئة، ثم جودة المية اللي موجودة ديت وتأثيرها والغذاء اللي بيقدم ليها. بدون شك تكلفة الكلام ده كتير، لكن النهاردة أنا لما بعمل حط في أرض زراعية فدان ولا فدانين مش هكلفني حاجة كتير يعني، وبالتالي بس المنتج بتاعه يا ترى جودته بنفس الجودة ديت؟ ما افتكرش. طيب البحيرة بتاعت المنزلة اللي بنتكلم عليها واللي لغاية دلوقتي احنا ما خلصناش، رغم ان احنا حاشدين طاقتنا وجهدنا عشان نخلصها السنة دي أهاب، مش كده؟ طيب احنا كنا بنتكلم، معرفش انتوا جايبين الصور بتاعتها اهاب ولا لا؟ طب ممكن نبقى يعني نوريها للناس بقى. حاضر يا فندم، ننزله في العرض ان شاء الله. انا بس عايز اقول ايه، احنا عملنا جهد ضخم جدا جدا بتكلفة مالية هائلة، بنتكلم على مليارات من الجنيهات، ورغم ان اللي بتقوم بالشغل ده شركات برضو مصرية. مش معقول بعد ما هنعمل ده هيبقى في احواض استزراع سمكي في المنزله، مش معقول. وانا بقولها وواحد تاني يقول لك انت بلاش تتصدى للموضوعات ديت، ما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش، لازم البحيره دي وطب بقيه الموضوعات اللي خاصه بالشغلانه عند الناس ديت ندرسها. احنا مش بنضيع حد خالص، لكن عشان تبقى بحيره لانتاج سمك ممكن تطلع اكتر من الكميه اللي انتوا بتطلعوها بالاستزراع، صدقوني. وحتى لو عايزين نعمل استزراع هيبقى استزراع منظم مترتب كويس. طب انا متصور ان اللي احنا بنعمله هنا ان الناس اللي بتيجي غرب القنال وشغاله في المجال ده تتفضل هنا، واحنا بنيين الدكتور مصطفى اسكان، مش كده؟ في اسكان موجود في شرق بورسعيد في مدينه السلام، المسافه بين الاثنين مش كتير، عايزين استثمار اهو معمول بشكل زي ما بقول كده طبقا للاصول، وعايز فتره سماح نديك، بس تعالى هنا عيش هنا بقى، عشان انتوا بتقولوا هنسيب سينا، لا احنا مش هنسيبها،
بس تعالوا معانا، تعالوا معانا، والاحواض اهي، وزي ما انتوا هتشوفوا في العرض اللي جاي المصدر هيبقى عامل ازاي. بس احنا محتاجين ان الناس ما تمسكش في الوادي وغرب يعني والدلتا وتسيب التطور اللي احنا بنعمله في سيناء يعني.